مفازة. بطلقة واحدة تخترق عدد من الكريات المعدنية جسد الضحية فتصيبها بضرر بالغ الخطورة. ليس هذا في عرف صيد الطرائد، بل في عرف اصطياد المتظاهرين في العراق. بنادق الصيد صارت الأداة المفضلة للقوات الحكومية والميليشيات لقمع المتظاهرين، حيث تسبب هذه الآلة التي يظنها البعض بسيطة ضررا كبيرا بجسد المتظاهرين، لما لها من خاصية نثر الكرات المعدنية في أنحاء جسد المستهدف. أنا واقف حالي حال أي متظاهر في ساحة الخلاني، وما أحس لك يعني إلا الصجمة جتني ضربتني، وهاي الصجمة اللي انضربت بيها. واكو هاي حالات يعني جاي خاطرة، حالات خاطرة يعني. مرة اكو واحد جسمه كله هاي الصجمة بكسره متشار. ليش هيك يضربونا؟ هاي عدي هسه فاطرة جمجمة، وعدي هاي هسه داخل عمين يم الجمجمة، وهذن خياطات براسي. ليش يضربون طشار وجاي يضربون هوايات علينا؟ شو مسوين احنا مو عراقيين؟ الأمم المتحدة أدانت استخدامها ضد المتظاهرين، وحذرت منها منظمة العفو الدولية وعدتها من أدوات القمع المحرمة. فاستخراج الكرات من عموم الجسد في غاية الصعوبة، والأخطر إن أصابت الوجه، ويحتاج إلى أكثر من عملية جراحية، الأمر الذي يسبب تشوهات وإعاقات، بل وخطورة على حياة المصاب. والله الإصابات كلش هواية، وأكو إصابات يعني كلش خطرة، اللي هي بالعين، بالرئة، يعني بكل مكان. دي يستخدمون يعني أساليب كلش بشعة ضد المتظاهرين، متظاهرين سلميين عزل، ويستخدمون الرصاص الحي، الصجم، يستخدمون الكسريات، الدخانيات. ساحة الخلاني في بغداد شاهدة على أكبر عمليات قنص المتظاهرين بأسلحة الصيد بطرق تعلمتها الميليشيات من الباسج الإيراني، ذلك الجهاز الأمني الذي يملك خبرة دموية طويلة في قمع معارضيه. كل الحالات بالعين بالرأس، طبعا هي بالمناسبة كلها يردونها بالرأس، بس هي يا اما بالعين يا اما بالرأس، ما تقتل وجههم، ما تنزل لجوا. وفي ظل نقص المستلزمات الطبية تصبح رصاصات الصيد أكبر خطر على حياة المتظاهر، وتستدعي ضميرا عالميا حيا ينقذ المتظاهرين العراقيين من هول ما يتعرضون له بشكل يومي.